لمناقشة تهجير المسيحيين من العراق معنا من فيينا الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بك. صحيفة التلغراف قالت إن المسيحيين يتعرضون للانقراض على يد الميليشيات التي تدعمها إيران، كيف تعلق على ما جاء في الصحيفة؟ بداية تحيتي للجميع. ما يواجهونه إخواننا المسيحيين في العراق من بداية 2003 ولحد هذه اللحظة من تهجير واستيلاء على أملاكهم ومضايقاتهم في العمل الذين كانوا يعملون به سابقا، والمعروف عنا أنه هذا العمل وهذه المهنة هي مهنة إخواننا المسيحيين. ولكن في الوقت الحاضر لأسباب تدعي لها إيران بأن هذه اللحمة الموجودة عند الشعب العراقي ولتعدد الأديان فيه تريد أن تمحي هذه اللحمة الاجتماعية الموجودة، لهذا السبب أقامت في المناطق الجنوبية بالعراق في البداية، أنا أذكر في مناطق اللي أنا كنت أسكن بها من الديوانية والحلة، الديوانية تقريبا كل المسيحيين الموجودين فيها بعد 2003 لا يوجد مسيحي فيها، والمحافظات الأخرى السماوة والحلة، هذه المحافظات فعلا أبيدت تماما من إخواننا المسيحيين بمضايقتهم في العمل ومضايقتهم بعدم الأمان ومضايقتهم في كل الأحوال، حتى في شعاراتهم الدينية يضايقونهم من عدة الطوائف والميليشيات. ولكن الحكومة وعدت بإعادتهم إلى مناطقهم وتعويضهم عما جرى، وخاصة بعد الحرب على تنظيم الدولة، يعني كيف تقيم موقف الحكومة؟ نعم. ولماذا هل هي عاجزة؟ هذا وعد، ولكن هل الوعد نفذ؟ هل الوعد نفذ في 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 الموصل؟ هل الوعد نفذ في بقية المحافظات في العراق أو في بغداد؟ هل عوض المسيحيين على أملاكهم والاستيلاء على أملاكهم من الميليشيات؟ وكثير من البيوت المسيحيين أخذوها مقرات لهذه الميليشيات. نحن نعلم أن سكنت المنطقة البغداد القديمة أغلبهم من المسيحيين، بالوقت الحاضر لا توجد هذه المناطق، هذه المناطق تقريبا أبيدت الطائفة المسيحية منها، ليست الطائفة المسيحية وحتى أخواننا الصابئ المندائيين أبيدوا من هذه المناطق. نحن نعلم كلهم يعملون في الذهب والصياغة، وهذه المهن بالوقت الحاضر من المهن المحرمة على هؤلاء الناس. بالحقيقة ما يجري بالعراق هو التطهير العرقي والتبديل الديموغرافي الممنهج. من المستفيد من التغيير الديموغرافي المستمر؟ الإرباك يحدث في المجتمع حينما يكون المجتمع في هذه الصيغة وفقد كثير من العناصر الأساسية التي تقيم المجتمع، وتفقد المجتمع بعض العناصر الذي اعتمد عليها هذا المجتمع، راح يتضرر المتضرر الأول والأخير هو الشعب العراقي والمجتمع. من المستفيد من التغيير الديموغرافي؟ المستفيد كل قوى الشرق، من ضمنها من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول المعادية لنا. طيب أين ألا يعني ألا تنفي هذه الانتهاكات صفة الدولة؟ ما موقف الدولة مما يجري؟ النائب جوزيف استيوا أكد أن 30,000 حالة استيلاء على أراضي وأملاك المسيحيين. نعم. هذه الأعداد الكبيرة ألا تنفي صفة الدولة عن المشهد في العراق؟ الدولة يا أخي والله لا توجد دولة، يعني إحنا قاعد نكبر بحجمها نقول دولة، مجموعة عصابات وإرهابيين وقتلة ومجرمين وسراق، هذه هي الدولة العراقية، لا تصب بمصافات الدول الذي يمكن أن يعتمد. قال رئيس الوزراء، لم يقل وزير الوزراء، قال رئيس السراق، قال وزير السراق، لم يكن هذه الدعايات الذي ينشروها أنه نعمل ونعمل، الحقيقة لا يوجد أبدا. هذه الدولة ليست بدولة وإنما دولة عصابات
سلطت على أرقاب الشعب العراقي. طبعا هذه تعتبر إفرازات من ما بعد احتلال العراق، ولكن إدارة ترامب إلى الآن هي ترفض استقبال مسيحي العراق راغبين باللجوء إلى أمريكا، ما السبب من وجهة نظرك؟ الأخوان المسيحيين أنا عندي علاقة طيبة معهم الموجودين في الولايات المتحدة. في الحقيقة في الولايات المتحدة يحاولون جهد الإمكان لتوصيل رأيهم للسلطات الأمريكية حتى ينظرون بما يعانوه المسيحيين. المسيحيين هم سكنة العراق الأصليين، لازم نعرف هذا الشيء حقيقة. بما يحدث بالوقت الحاضر الولايات المتحدة لا تريد ولا ترغب أنه يتم الاستقرار في العراق. الولايات المتحدة دخلت للعراق بادعايات كاذبة ووضح لنا في الأخير ما تريه الولايات المتحدة لمصلحتها ومصلحة إسرائيل بتدمير هذا البلد بأكمله. نعم، شكرا لك، شكرا جزيلا من فيينا السيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا.